صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات ويوميات حفصه. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي هو غنشارك معكم الروتين ديال النهار، كل شنو غندير. دابا غادي نشارك معكم الفطور اللي غادي نحضر فيه فطيره ديال الجبن والفرماج احمر اللي فيت اللي حضرتها معكم. المهم غنشارك معكم الروتين ديال النهار كله. غادي مرات عم راجلي في الليل جيب عندنا العشاء وغنشارك معكم التحضيرات واشنو غنديروا. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الفطيره. فين بعد ما خديت الدقيق راني فيت اللي حضرتها معكم، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. المهم انا خديت جوج كؤوس ديال الدقيق الفورس، معلقه كبيره ما امراش بزاف ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال سكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح مملوءه وملح على حسب الذوق بحال هكا، وغادي ناخذ 4 ملاعق ديال زيت المائده الاولى الثانيه الثالثه والرابعه، وغندير واحد الياغورت طبيعي اللي هو اللي كيخلي هاد العجينه هشه وزوينه. كتعرفوا ان هاد الياغورت الطبيعي كيخلي هاد النوع من الفطائر رطبين. المهم راني حاطه لكم التفاصيل فيها في فيديو بوحدها، اجي نخلي لكم كيف قلت لكم الرابط ودخلوا شوفوا. صافي صافي، دابا غادي ندوز باش نلم العجينه، وهاد العجينه خصها تكون رطبه شويه ما تكونش قاسحه. انا راني درت ما دافي حيت هاد الفطيره ما كتحتاجش انها تجلس تخمر ولا كيف كتعجنيها كتقرصيها وتطيبيها. صافي انا غنجمعها ونرجع معكم ان شاء الله. صافي انا بعد ما لميت العجينه ها نتوما جيتها شويه وجبتها، راه العجينه كتكون مرخوفه وانما راه ما كتلتصقش في اليد. صافي دابا غادي ندوز باش نطلقها فوق سطح العمل. صافي دابا هنا غادي نرش سطح العمل مزيان بالطحين وغادي نبدا نطلق على شكل خبيزه دايره. صافي دابا بعد ما كنطلق العجينه راه كتطلق بسهوله. خديت الموز الزجاجي اللي دهنته بالزيت ورشيتو بالطحين، غنهز دابا هاد الخبيزه وغادي نحطها في وسط داك المول. كيف ما تقدروا ديروها غير في مول عادي اولا في لاطا ديال الفران بلا ما ديروا هاد الشكل اللي درت انايا اللي بغيتو. صافي انا بعد ما كنلبسها لهداك المول كنضغط هكا على الجوانب وكنحيد هذيك الزياده ديال العجين. صافي انا بعد ما كملتها وتخطتها بالفرشيط غادي ندير ليها داك الجبن. صافي بعد ما درت الجبن درت الفرماج احمر غادي ندوز باش نديرها في الفران ونرجع معكم باش نعمر اتاي. هنا البنات باش كينجح معكم اتاي المهم انا كنديرو في الماء بارد. عندي هنا براد كبير وبراد صغير حيت حنا كنشربو لقامه، وعبد الرحيم لا كنديروه ليه وكنديروه ليه نقص من السكر ما كيبغيش الحلاوه بزاف. المهم كديروا الماء بارد كديروا القياس ديال الحبوبات اللي بغيتو وكتردوه يطبخ على خاطر كيجي غزال اتاي. نتوما البنات هاد دغيا كيطبخ تخليه شويه بالنسبه اللي كيبغي شويه ثقيل اولا قاصح يخليه يطبخ، اللي ما بغاش كيف يجيب ديك الغليه صافي يدير لقامه. كذلك البريق الصغير ها هو راه طبخ. دابا غندوز باش ندير في الكبير داك لقامه طبيعه الحال بعد ما كتغسلوا لقامه. صافي كنديروها هكا وكندير عليها السكر وكنخليه واحد شويه عاد كنطفيه. صافي دابا غندوز باش نخلفو معكم اولا نقلبو ونشقلبو كيف ما كنقولو. هانتوما والله البنات كيجي اتاي زوين. صافي راه واجد دابا بعد ما وجدات وطابت كيف ما كتشوفو راه تحمرات، غندوز باش نسقيها بالعسل. صافي هنا بعد ما حطينا الفطور صافي احنا فطرنا، هذا هو الفطور ديالنا. ودابا غادي نوضو لهاد الروينه وغادي نغسل الماعن. هذا راه هو الروتين ديال ديما، زعما ماشي حيت بغيت نصور، ديما كنفيقو كنفطرو باللي قسم الله، ماشي بالضروره تكون شي حاجه، المهم اللي قسم الله كنفطرو بها. صافي كنوضو كنغسلو الماعن ضروري من الماعن، تقول هاد الماعن حتى هما كيتولدو
هذا داك اللي درت فيه ديك الفطيره داك المول، صراحه جات زوينه في الفطور. دابا نخلي لكم الرابط ديالها بالتفصيل وتشوفوه بالتفصيل. صافي دابا بعد ما كنغسل في الماء واخا كيكونوا الماء كثار، وانما ماشي مشكل. بعض المرات كيعجبني نغسلهم، بعض المرات كيطلع لي الدم حيت كيكونوا كثار، ما تيتسالاوش. صافي دابا غادي ندوز البوطه حتى هي، غادي نغسلها ضروري حيت فاض ليا عليها اتاي. انا كندير داك البرودوي ديال البوطه كترشي هكا راه دغيا كيحيد دوك داكشي اللي فيه، واخا تكون الحاجه لاصقه دغيا كتحيد. صافي هنا درت ليه التيد والحلفه ديال المعين وبقيت هكا كنغسل فيها، راه تنقات. صافي وكنمسحها هكا بشيفون، ها هي. صافي كندوز هكا الفوق البوطاجي حتى هو كنمسحو كنضفو هكا، وضروري من الروبيني حتى هو يتغسل. ماشي كيف قلت لكم البنات حيت كنصور كندير هادشي، لا هادشي دائما كنديروه كل صباح ضروري من هاد الاعمال اللي قال هذاك. صافي كنغسلو ضروري البوطاجي فاش الا بغيتي تطيبي الغداء ولا بغيتي ديري فيه شي حاجه. صافي وكنمسحو هكا. دابا انتهيت من الكوزينه، ها هي ساليتها، غندوز للبيت حتى هو غنسوس ليه هكا المخدات ديالو نقادهم. صافي وكنسوس هكا فوق التلقاني الا كانت شي حاجه ديال الفطور شي خبز ولا، وكندوز كنمسح الغبره دزت لداك الكوان، كذلك دزت لهاد الرخامات الا ما تمسحوش كيبقاو هكا مطبعين. صافي شطبت البيت ايوا، وغادي ندوز باش نغسل هاد لافابو حتى هو، حيت نحس ضروري يتغسل كيبقى هكاك في دوك الدميئات الا ما تغسلش مزيان. صافي حتى هو غسلتو، غنمسح ليه الرخامه ديالو، كنمسح هكا بشيفون رطب وشوي ديال الماء او لا جافيل او لا ليكر. صافي بعد ما انتهيت من البيت حتى هو غادي ندوز باش نسيق. سلمى هنا راه يلاه فقط وكتفرج، باقي فطورها كاع ما فطراتو. ايوا هنا غادي ندوز انا باش نسيق الدار، درت هكا ستيل فيه تيدو جافيل وكنحكو شويه داك الزليج باش يبان فيه النقا. المهم البنات هنا راه حيت سمحوا لي على التصوير الا ما كانش هو هذاك، لانني شاده بيد وكنصور بيد، كنسيق بيد وكنصور بيد. صافي المهم صورت لكم هي لقطات وشي حاجه بسيطه ماشي كلشي. هنا بعد ما انتهيت وحماتي راه سيقات الدروج، دابا غادي ندوزو باش نحضر داكشي ديال الشلاضه. هنا البربه كتسلق، الخضره، وفجاه البنات دوروا لي عماتي جايين عندي لانني كنت عيانه شويه، جاوا باش يطلعوا عليا. وهنايا حضرت البسبوسه ديال الشوكولاته اللي فيت اللي حضرتها معكم من قبل، بعد ما رديت الرز يتسلق واللوبيا والجلبانه وقديت كاع داكشي اللي غنحتاج للخضره لديك سلطه ديال الجردة. بعد ما طابت غنخليها تبرد وغادي ندوز باش نحضروا الغداء ديالنا اللي فايت لي حضرت البارح البيتزا، درناها العشاء وبقات ليا وهي اللي جبنا بها في الغداء، درنا لاننا والله الا طلعت لينا اللحم في الراس، درنا هكا بيتزا حيت غادي نتعشاو باللحم، اذا جبانينا هكا في الغداء. المهم تغديت غير انا وحماتي. ايوا بعد ما تغدينا وجدت الكوتي فاش جاو عندي عماتي، درت هكا مسمن بسبوسه جبنا الشفنج ودرنا اللي قسم الله وصافي. المهم دازت ساعه زوينه. ايوا دابا جمعنا الطبله، دازت حماتي هي اللي غسلت الماء ديال الكوتي. ايوا وانا غادي ندوز باش نحضر العشاء اللي حضرته حتى هو معكم من قبل، اللحم بسوس سوجا جا صراحه زوين. ايوا ودرتو حتى هو الناس اللي جاوا عندنا. هنا راه درت الطوماس والسوجا الابزار الملح غير شويه ما تكثروش لان صوص السوجا راه مالحه. المهم قد اللي كديروا صوص السوجا ديروه زيت زيتون وكتخلطوه بالماء. صافي كتفندوا فيه اولا كتغطسوا فيه داك اللحم اولا كترقدوها فيه وكديروها ديريكت في الكوكوت.
المهم راه كيجي واحد اللحم اللي رائع صراحة، عجبني داكشي باش عاودته للضيوف اللي جاو عندنا. صافي كنخوي عليه ديك التتبيله اللي بقات وكنضيف عليه الماء ايوا كنردو يطيب. دابا غندوز باش نصوتي ديك الخضيره اللي درت زيت زيتون ثومه، درت اللوبيا، قزبر ومعدنوس، وكندير في التوابل الابزار، القليل، الكمون والملح، وكنصوتي مزيان ديك الخضيره حتى كتشحر كتجي هكا زوينه. كنضيف عليها قطرات من الخل باش كتجي محمضه. صافي كنخليها حتى كتشحر وكتشرب داك القوام، وكنحيدها في نفس المقله. كنعاود زيت الزيتون واحد الطريس ديال الثومه، وكندير الجزر حتى هو، كندير نفس التوابل البزار الملح والكمون غير راس من المعلقه، وقزبر ومعدنوس. كنعاود نشحرو شويه وكنعاود نضيف عليه قطرات من الخل. داك الخل كيخليه محافظ على اللون ديالو، وفي نفس الوقت كيعطيه واحد اللذه زوينه، كيجي محمض وبنين بنين بنين بنين. غتجربوه وغادي يعجبكم. المهم هاد السلطات ديال الجرده كله وكيفاش كيجي ليها، ولكن انا وريتكم طريقتي ديال اليوم، درتها كبيره وقلت نشاركها معكم. عاود في المقله غسلتها دابا حيت بغيت ندير فيها بطاطا. المهم درت ثاني زيت زيتون دريس ديال الثومه، كنخليهم حتى كيسخنوا، وكنضيف في البطاطا حتى هي نفس القوام، بزار مليحه والكمون، قزبر ومعدنوس. غير هي ما تحركوهاش بزاف لانني ما خليتهاش تسلقات بزاف، باقي شاده في راسها. صافي هنايا بديت كنحرك هكايا بالمقله، ضفت عليها حتى هي الخل. بالنسبه للباربه اختي تهدرت فيها الملح، الابزار، الخل، وزيت الزيتون، وقزبر ومعدنوس. كتجي حتى هي هكا رائعه كيف ما تقدروا تخليوها غير هكاك اللي بغيتو. صافي هنا خديت صينيه اللي دورتها هكا بالخص، تقدروا الا ما بغيتوش داك الخص دوروه بلاش. المهم هنا داك الطون والذرة والروز والجلبانه اللي سلقت، ودرتهم هكا في واحد السيركل، زدت عليهم المايونيز. المهم درتهم هكا فاش ما بغيتو ديروها. هنا بديت كنسد في الخضره، كديروا هكا باربه مقوده مع الجهه الاخرى، الخضره اللي درتو ديروها في الجهه الاخرى باش ملي تحطوها هكا في الطبيله الناس اللي هنا ياكلوا حتى هما الخضره اللي فيها، كل واحد ياكل من الجهه الاخرى. صافي هكا بقيت كنسد في الخضيره اللي بعد ما منين صوصيتها بردات، راه كتجي زوينه البنات، حسن ما تخليو داك خيزو هكا كل اللوبيا هكاك، ملي كتزيدوا عليهم دوك التتبيله كتجي بنينه والله كتجي رائعه. صافي هكا بقيت كنستف كيف ما كتشوفوها نتوما، الباربه مقوده مع الباربه، اللوبيا مع اللوبيا، خيزو مع خيزو، باش ملي كتحطيها كياكلوا الناس اللي في هاد الجهه وفي هاد الجهه. صافي خديت الخيار هكا حيت ما بقاش لي فين نحطو، خديته دورته بالروز، وكذلك فرقت به دوك الخضيرات اللي درت، زدت الخس وماتيشه، وعاود دورت الخيار من الفوق، وضفت من الوسط هذاك الطون شويه ديال الطون والذره، وزينتها بالبيض. كنتمنى انها تعجبكم، والشكل ديالها حتى وين الاعجاب ديالكم، راه كتجي غزاله. كيف ما تقدروا ديروا دابا اي صوص بغيتو من الفوق تقدروا ديروها، تقدروا تخليوها غير هكا اللي بغيتو. انا غادي ندير واحد المعلقه ديال المايونيز، الخل، واحد شويه ديال زيت الزيتون، مليحه وبزار، وغنخلطهم مزيان. كيف ما تقدروا ديروا ياغورت طبيعي مع هاد المكونات اللي قلت لكم. صافي غنديرهم في واحد البلاستيكه، وغادي نتقب راسها تقيبه صغيره، وندير هكا خطيطات باش كيعطي الشكل ديالها زو، راه كتجي رائعه. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما تزينت. هذا الطاجين جابته مرات عم راجلي ديال الدجاج بالزيتون زوين، واللحم هنا بعد ما طاب شوفوا المريقه ديالو كي خاطره البنات. وهنا بعد ما قليت الفريت وزينته كيف ما قلت لكم، راه كيجي زوين بالفريت. هذا الكسكس جابته مرات عم راجلي، هذا الطبق اللي حضرت معكم، كذلك الطاجين اللي دارت مرات عم راجلي، وهذه السلطه اللي وجدت، الخبز غير شريناه ما عجنتوش. المهم كانوا هادو هما الاطباق ديال اليوم، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، تبارطاجيو مع الاصدقاء والحباب، تدعموني بلي لايك وبالاشتراك وبالضغط على الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديال القناه ديالي. فرجه ممتعه وان شاء الله الى فيديو اخر ووصفه اخرى. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ما نكونش ثقيله على قلوبكم ويعجبكم، والى اللقاء.